إذن على ما يبدو أن موقع الإخوان أونلاين هو يعني تحت هجوم، الآن هو تحت هجوم، يعني نحن الآن، يعني أنا يعني شخصيا أوافقكم بما يحدث الآن. فموقع الإخوان الأونلاين يعني مرة يعمل، مرة أخرى لا يعمل، فأظن أنه الآن راجع لكونه تحت هجوم. كما تلاحظون إخوانأونلاين.com انتر لم يجيب كما تلاحظون، فالموقع لا يستجيب بالمرة كون أنه يعني تحت هجوم. طبعا هذا الموقع يستخدم كذلك الكولد فلير، إلا أن ذلك لم يمنع مجموعة أنونيموس من القيام بهجومها كما تلاحظون. فالموقع لا يستجيب أبدا، لاحظ معي. ففي الحقيقة الموقع يعني طارة يعمل وطارة أخرى لا يعمل. هذا راجع بكون أن الموقع الآن تحت الهجوم، تحت هجوم مجموعة أنونيموس. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.